بعد العفو الرئاسي عنه، طارق النهري يتصدر الترند. تصدر الفنان طارق النهري مؤشرات البحث على محرك جوجل بسبب العفو الرئاسي عنه وخروجه من السجن ليلة أمس الجمعة 29 يوليو الجاري. وبعد ما يقرب من عامين خلف أسوار السجون، عاد الفنان طارق النهري للحرية مجددا بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 7 أشخاص وهو الأول من بينهم. ونشر الشقيق الطاهر النهري منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجهد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. وكتبت شقيقة طارق النهري: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وهم طارق النهري، حازم، حسن. ألف حمد وشكر يا رب العالمين. وفي 23 فبراير 2019 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار ناجي شحاتة بمعاقبة الفنان طارق النهري وآخرين بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية. وكتب النهري عقب الحكم على حسابه بموقع فيسبوك: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. وفي 4 يوليو 2020 قضت محكمة النقد برئاسة المستشار عبدالله عصر بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهري على حكم محكمة الجنايات، وتم تخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 عاما. واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على طارق النهري في إبريل 2012 بتهمة التورط في القضية. وأخلت النيابة سبيل طارق النهري بعدها بأيام قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسرة ثقافة ومعلومة. تابعونا.